نعم محمود، يعني آخر الأخبار والعواجل هو مقتل إصابة 4 جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أحدهم بجروح بالغة. هناك من تحدث عن مقتل جندي، لكن الساعات القادمة ستظهر إذا كان سيقتل يعني متأثرا بجروح هذا الجندي أم لا. لكن العمليات العسكرية كانت مستعرة خلال الساعتين أو 3 ساعات الماضية، ضرب أو قصف صاروخي من قبل حزب الله من جنوب لبنان على مواقع مختلفة في 3 مستوطنات، الحديث عن المنارة، عن المالكية والمطلة. هذه المناطق يعني استهدفت من قبل حزب الله بصواريخ مضادة للدروع، وأصابت هذه الصواريخ كثير من أهدافها، لأن المنطقة بشكل عام يعني الضباب يخيم على المنطقة، هذه منطقة جبلية وفيها يعني مرتفعات كثيرة، لذلك مسألة الترقب والرقابة تكون أصعب على الجانب الإسرائيلي لمعرفة تحركات خلايا حزب الله على الجانب الآخر أو الفصائل الفلسطينية محمود التي تعمل من هناك. الجانب الإسرائيلي رد بالمدفعية وطبعا بإطلاق صواريخ دفاعية لاعتراض هذه الصواريخ، لكن غالبا لم يفلح باعتراض هذه الصواريخ ووصلت إلى أهدافها. المقاتلات الإسرائيلية كما أسلفت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم شنوا هجوما على مناطق في جنوب لبنان وخصيصا على مواقع لحزب الله، قتلوا فيها خلايا حسب المتحدث لحزب الله، ودمروا مبنى عسكري ومستودع ذخيرة وكذلك بنى تحتية كما هو المصدر. لكن العمليات العسكرية، المقصود القصف المتبادل مستمر، صفارات الإنذار أطلقت أكثر من مرة في الجليل الأعلى، في المالكية، في المنارة. صباح اليوم أو ربما نتحدث عن قبل ساعات الفجر، كان هناك استهداف إسرائيلي لمواقع لبنانية لحزب الله تابعة لإيران حسب المصدر الإسرائيلي، في سوريا في ريف دمشق. الجيش السوري أو الجانب السوري قال بأن الصواريخ اعترضت هذه الصواريخ الدفاعية، اعترضت الصواريخ الهجومية من إسرائيل، لكن بعضها وصل إلى أهدافه لكنه لم يسبب أي خسائر بشرية أو إصابات. المعارك كما أسلفنا مستعرة على الطرفين، الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأيضا ما بين سوريا وإسرائيل بقصف إسرائيلي، وتستمر المعارك بتصعيد يعني مضطرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.